شريعة المتعاقدين. طيب أريد أتحدث وياكم عن المستقبل، لكن أسمع تصريح للسيد كامل صغير ورأيه بكتنيتش ولا نعود. شكل من قبل رئيس الاتحاد لجنة انتخابات الأخ فالح موسى والأخ يحيى صغير، سفرهم للجلوس مع المدرب، عندنا بنود بالعقد وإضافة البنود راح يقعدون خولهم الاتحاد، لقينا بنود بالعقد راح إضافة يتحدثون مع الأخوان، الإضافة مثلا إضافة مدرب محلي مساعد مدرب محلي، هاي ما مضيفة كانت، كان ما يوافق عليها هاي وحدة. بعدين هو يوك أمور لازم نوقف على حد، نقول له أنت إذا تأخذ مباراة خارج منظومة الاتحاد بس إحنا ما ندخل، بس هو يأخذ أوامر من ناس يعني إطلاقاً ما يحبون العراق. ما يحبون هذول الناس، هذا بهروس سيقول لك أبو سام متشلب بيه، بس أنا هذا حقيقة حقيقة أحكيها من كل قلبي، يعني مشكلة. كاتن يتأخذ أوامر من ناس خارج العراق، شنو الغرض من هذا؟ الغرض يعني هو الرجال هو يريد ينجح، يريد ينجح، بس اللي شفنا أغلب اللاعبين هسه كلهم موقعين، حتى هو المدرب هذا هو يعني ماله، هو الموقع للعقود كلها.